في الانتخابات القادمة إن شاء الله يكونوا الشباب هم اللي يقودوا المشعل، هم اللي يكونوا في أوائل الشباب اللي يترشحوا في اللوائح الشبابية، اللي يكونوا إن شاء الله وزراء شباب في الحكومة الجاية من طموحاتنا. وإن شاء الله هاي الجامعة الصيفية كان فيها 5000 شاب، الجامعة الصيفية الجاية إن شاء الله قال الرئيس عنا اللي نعودوا 10000 شاب، ونصد إن شاء الله تشوفونا إن شاء الله في الجامعة الصيفية النسخة الجاية الرابعة إن شاء الله ونكون أحسن. تنشوفوا على أن الحزب يتجه يعني من حسن إلى أحسن، خصوصا مع القيادة ديال السيد الرئيس عزيز أخنوش، يعني كاين واحد التطور ملموس، لاحظنا على أن هناك قرب من الشباب، الإنصات للشباب، على أن هناك مسار للثقة يعني تم وضعه يعني بين الشباب وبين جميع فعاليات الحزب، الإنصات أكثر للمواطن، نزول إلى الشارع، فتحنا المجال للشباب وما قوقعناش الشباب في واحد الجهة معينة، جبنا شركنا جميع الإخوان، كانت مشاركة اللي جد 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 مهمة للشباب، كانوا أسئلة، الشباب عندهم طموح أنهم يدخلوا للمجال السياسة، حنا فتحنا لهم هذا المجال على مصراعيه وقلنا للشباب مرحبا، بغينا نبدلوا ديك النمطية ديال نظرة الشباب في السياسة اللي كانوا كيعزفوا على أنهم يمارسوا السياسة، كانت عندهم فكرة غلطة مغلوطة على السياسة، كانوا كيشوفوا السياسة لأنه واحد الوحش اللي هو صعيب وقبيح أنه يتولجوا له، ولكن في حزب تجمع الوطني الأحرار تبيننا وبين الشباب على أن السياسة ممكن، حيت السياسة لما درتيهاش غادي تدار عليك. أنا من بين الشباب اللي كان عندي واحد اليوم كان عندي عزوف عن السياسة، ولكن حزب تجمع الوطني الأحرار وبقيادة السيد عزيز أخنوش خلاتني كنبدل الفكرة ديالي، وكنفكر أنني نفرض راسي من خلال حزب تجمع الوطني للأحرار وننزلوا بزاف ديال البرامج اللي نقدروا نأطروا بها الشباب. نحن نؤمن بان هذا الحزب هذا سيتصدر المشهد في 2021، ونستعد استعدادا كبيرا وقوميا لهذا الحزب، ونؤطر شبابنا ونؤطر عددا من الناس المشاركون معنا اليوم في هذا الحزب، لا سواء على مستوى الجاليه المغربيه وعلى مستوى المغاربه المقيمين هنا في المغرب. حنا تنحاولوا اننا ناخذ واحد خطاب سياسي براغماتي اللي ممكن من خلاله الشباب التجمعي انه يوصل واحد يعني واحد الخطاب اللي وصل القياده، ومن خلاله على اننا نحاولوا نقيسوا العقول قبل القلوب ديال المغرب، القلوب المغاربه. حنا كتجمعيين وكشباب تجمعي ما عندناش الكل يتحدث عن الاستحقاقات في 2021، على العكس من ذلك، حنا الرهان ديالنا ماشي رهان ديال 2021، الرهان هو رهان وطن. شفنا بزاف ديال التغيرات، السيد أخنوش تبارك الله عليه جا جلس معنا حنايا كطلبة وشباب وشابات، ومهم هذا الشيء داز زوين، وكانوا بزاف ديال الورشات ديال بحال مثلا الورشة ديال المقاولة واللي عندها علاقة بالسياسة، مهم بزاف ديال الورشات متنوعين اللي استفدنا منهم بزاف. بالنسبة لعدد المشاركين وصل تقريبا إلى 5000 مشارك، عدد كبير جدا، ولكن إن شاء الله كنتمناو نفوتوها 5000، نفوتو علاش ما نديروش 10000 في الجامعة أخرى إن شاء الله، باش الشباب يزيدوا الطموحات، يزيدوا يستافدوا، يزيدوا يحققوا الطموحات ديالهم، حيت صراحة هذا الحزب كيقرب مزيان للشباب وكيلبي الطلبة ديال الشباب وكيوصل لي ميساج للشباب كاملين ديال المغرب.